تنضم إلينا للحديث أكثر في تفاصيل هذه المسيرة وزيرة الاستثمار خلود السقاف. أهلا وسهلا بك معاليكي. إذا نتحدث عن استقرار بيئة الأعمال نتيجة عوامل عدة، كيف تم العمل على هذه العوامل التي أدت بالنهاية إلى جذب مزيد من الاستثمار؟ يسعد مساكي أخت غادة، وسعيدة دائما بالحديث على قناة المملكة. زي ما بتعرفي أخت غادة، إحنا عملنا كثير إصلاحات، عديد الإصلاحات في العام الماضي وبداية هذا العام لتمكيننا من تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي ركزت على محرك الاستثمار كمحرك مهم في عملية تمويل المبادرات التي تحتاجها المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية وتمكينها من أولاً تمكين الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الخارجية. فابتدأنا في إنشاء وزارة الاستثمار تأسيسها، ومن ثم إقرار قانون البيئة الاستثمارية وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. طبعا زي ما بتعرفي القانون البيئة الاستثمارية حاول حل العديد من المشاكل أو المعوقات التي كانت تواجه المستثمرين، فساوى بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي في كافة الحقوق والواجبات. أصبحت الإعفاءات التي تعطى للأنشطة الاقتصادية واضحة ولا يوجد في مجال من الجدل، واضحة بموجب القانون، فالمستثمر قبل ما يجي على البلد صار يعرف شو القوانين والأنظمة والإعفاءات اللي ممكن إنه يحصل عليها. كمان سهلنا موضوع الإجراءات أصبحت خلال إجراءات العمل والترخيص خلال 15 يوم، وإذا لم يحصل المستثمر خلال 15 يوم على أي موافقات تعتبر موافقة. كمان سمحنا للمستثمر بأنه يحضر العمالة المدربة المتخصصة لحد 25% من عمالته إجمالي العمالة بدون موافقات مسبقة. كمان سمح بحرية إدخال وإخراج العملات الأجنبية بدون أي معوقات، وضمننا الاستقرار التشريعي للمستثمر، بمعنى أنه الإعفاءات التي يحصل عليها بموجب هذا القانون يستطيع الاحتفاظ فيها لسبع سنوات إذا حصل أي تعديل في القوانين ما لم يكون التعديل لصالحه. فبهاي الموضوع بالقوانين كثير اوجدنا آلية للتظلم ومدد للتظلم، فكمان هاي ساعدت المستثمرين. بعدها قمنا باطلاق استراتيجيه الترويج، حددنا من خلالها القطاعات المستهدفه والبلدان المستهدفه، وبناء عليها قمنا باطلاق منصه استثمر في الاردن باللغتين العربيه والانجليزيه. وبصراحه هاي كثير كان لها اثر في إنه المستثمرين يعرفوا كافة المعلومات التي يحتاجها أي مستثمر في اتخاذ قراره الاستثماري. لماذا الأردن؟ قصص نجاح، إيش الأطر التشريعية التي يحتاجها المستثمر؟ بيقدر يقدم الطلب كمان إلكترونيا، وفي خارطة تفاعلية عليها حاليا 36 فرصة استثمارية قادرة على جذب، قادرة يعني هاي الفرص فيها فيزابيليتي يعني جدوى، دراسة جدوى. نعم، وفيها محددة الموقع، يعني هذه مثلا في عندي مدينة ترويحية معروف وين الموقع، شو قديش تشغل عمالة، شو تكلفة الاستثمار المتوقع، وقديش بدي فترة حتى استعيد الاستثمار. نعم، إذا تم العمل والتركيز على هذه الجوانب خاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات اللازمة كما تفضلتي، وأيضا خطة الترويج خلال لقاء ممثلي مجموعة من هذه الشركات الرائدة. نعم. اليوم مع جلالته كان هناك إشارة إلى موضوع تمكين الشباب حتى يتم الاستجابة لمتطلبات سوق العمل. نعم، زي ما بتعرفي احنا يعني كحكومة بنشتغل على تمكين الشباب والريادة والعديد من المؤتمرات اللي عم بتصير والتأهيل والتدريب، حتى عندنا في الوزارة عم نأهل ومندرب الشباب حتى نستطيع انهم يكونوا قادرين على الاستثمار بمشاريع صغيرة اللي هي بتأدي اولا لتوليد فرص عمالة، وكمان بتزيد الاستثمارات ولو انها احجامها صغيره. ولكن زي ما بتعرفي اخت غاده،
احنا بهمنا انه تكون بيئه الاعمال مريحه، لانها هاي اكبر عامل لجذب الاستثمارات الخارجيه. يعني المستثمر الخارجي اول ما بيجي بشوف كيف وضع المستثمر المحلي، كيف المشاكل التي يعني المستثمر المحلي هو اللي بيشجع المستثمر الخارجي او بيعطي صوره مضيئه عن فكمان هاي تمكين الشباب، تشجيعهم على الاعمال الرياديه هو واحد من ادوات الترويج على في الاردن. نعم، اشكرك كل الشكر وزيره الاستثمار خلود الثقاف.